كونتر الالمان افيك ديزونور سو سون كومباتو مدو كاع واش كاين خرج انا بور ما سي بوزيتيف ويل ميريت لمن يعود الفضل للاعبين الفضل للفاف شوف الفضل الفضل يولي الاول المدرب واللاعبين يعني الفاف ما عندهاش فضل لا لا عندها ماشي ما عندهاش مالغري المشاكل وكذا يكون عندها خاطرش لا مي لي مويان لا فهمت ما نقولوش غير كوتي نيجاتيف يا دي بوزيتيف سيرمون لي مويان كي لا مي بتتسهلت امور اخرى اللي باش يكونوا اليز كي تحطهم في فندق مليح تما هادو سي توجور لو رول تاع المسؤولين بصح الخدمه الكبيره تولي المدرب واللاعبين خاطرش هذه مده اعوام وليكيب ناسيونال تربح تخسر كانوا يقولوا مليح ماشي مليح وكذا الفالي كو لونترينور يكون عنده شخصيه وفي ان ترافاي بسيكولوجيك هو ولا اللي معاه مع اللاعبين هادو باش يامنوا باش بلي كاليتي تاعهم باش نجمو نلحقوا لهذا الشيء ونضمن الميريت لو ريفيونس ان شاء الله. ماجر الان كسبنا منتخب كبير ربما الشيء الصعيب درناه لكن الاصعب الان كيفاش نحافظوا على هذا المنتخب وكيفاش نمشيوا به الى ابعد نقطه ممكنه ولما لا عندنا كاس افريقيا في الجاره المغرب لما لا التفكير في الفوز بهذه الكاس الافريقيه هذا هو المشكل قلت كلمه مليحه محمد كيف نحتفظ به يعني يا بوكو دو جينيراسيون ما احتفظناش بها بوكو دو جينيراسيون اللي جازهم الفريق الوطني ما احتفظناش بهم ما احتفظناش بهم للاسف تنحي وتجيب تنحي وتجيب تنحي وتجيب ما فيش استقرار ما فيش استقرار انا قبل ما نتكلم على اللاعبين انا جوريمي لا ستابيليتي تاع ستاف تكنيك باسكو يروح المدرب حتى تبقى بنفس اللاعبين راح يوقع لك مشكل لان اللاعبين ما مش عارفين كيف راح يشتغلون مع المدرب الجديد هكذا كان المفروض الطاقم الفني يبقى اللاعبين يبقاو ويزيدوا رونفورسي يجيبوا كلكو جوار بالك من المحليين بالك من جهة الأوروبية ولكن تمشي في الطريق تمشي في الطريق ماهوش انت راك تمشي راك في, 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 في القطار اوكي تلحق محطة تحبط كاع الناس وبعد تروح لمحطة أخرى ترفد كاع الناس جدد نو لو فوتبول نو دوموند با سا نو دوموند الفوتبول دوموند لا ستابيليتي اي لا كونتينيتي دو ترافاي سي تري امبورتون سا سي تري امبورتون لأن عندنا ان اوبجيكتيف كي تري ديفيسيل وهو كأس افريقيا 2015 وين في المغرب وراح نشوفوا منتخبات قويه جدا هناك انا شفنا في كأس العالم نيجيريا نيجيريا انا اقول لك انا بالنسبه لي راح يرمس كلش في هذه 10 سنوات الاخيره منتخب قوي الغانا الكاميرون حتى ايضا الكوت ديفوار ها وما ننساوش بالزياده على هذه المنتخبات الافريقيه السوداء عندنا تونس وعندنا بلد المنظم المغرب ومصر أيضا. ومصر لا مصر مصر هذاك اكيد عرفوا بعد المشاكل بعد المشاكل في السنوات الاخيره علاش علاش عرفوا مشاكل لان هما اللي خلقوا المشاكل الاتحاديه اللي شالت المدرب وجابت المدرب اخر وبدات المشاكل والفريق خارج من المنافسه الافريقيه هذا هو لهذا لازم علينا احنا ما نطيحوش في هذا الفخ لان المنافسه راح تكون صعبه جدا في كاس افريقيا 2015 بن شيخ تحدثنا عن ايجابيات هذا المنتخب وما شيء عيب اننا الان يعني نتوقف ايضا عن سلبيات هذا المنتخب ايضا شفنا بعض السلبيات في هذه الدوره وش من السلبيات اللي لاحظتها يعني حتى نور بها الجمهور الجزائري وحتى المنتخب ربما يقضي على هذه السلبيات هو السلبيات بين الحاجه اللي ماشي مليحه كاع تكسي ما عندناش دي كونستركتور اللي يبني القدام ابراهيمي ما قنعكش ماشي ما قنعنيش يلعب بعد ما يلعبش شوف باش الوسط الميدان يقول لك ليكيب اللي عندها ميليو رويال هي اللي تروح بعيد هذه في الفوتبول هكذا احنا واش يخصنا قلت لك زوج لاعبين في الميليو تيرا اللي يديروا اللعب اللي يديروا اللعب نعطيك مثال في الما في بايرن ولا في البارسا ولا تاخذ تايا انيستا وتشافي بار اكزومبل باين الدور تاعو تشافي سي هذيك النمله اللي تخدم وانيستا ديستابيليزي لك لو جو لا ديفونس ادفيرس فهمني هو ميسي فيني هذا هو احنا ما عندناش هذه ان شاء الله كما قال لك مصطفى يتروفرون سوليسيون سوا ابراهيمي يخدموه غير في هذا الشيء باش يولي هو كريسبونسابل ولا جابو دو ليكيب ولا يجيبو يشوفو سي ان جوار وبا عندنا قالنا
ربما مشكل بدني. بوغرا بار اكزومبل، بوغرا في لا ديفونس ناقص بزاف، ناقص بزاف. انا جوري مي لو كان قديورا تكاليفيا وي قديورا كان نون بلان، تاخذ زياني كان مازال عنده بلاصتو، كان في الوسط كان ينجم يدير لك دور زياني بالحاج، كان يدير لك حتى لو غلام لاعب ممتاز يدير لك دور، وقديورا كان يلعب من اللور. دوك حنايا كيفاش خطرات يدير لك حليش ولا ريسونتالي مع بالكلام بالكلام، ومن بعد كاين وين يدير معاهم بوغرا، وفي بعض الاحيان يدفع مجاني لاعب قريب منه. سي با نورمال، ربما لانه عنده مشكل في وسط شوف الدفاع. شوف سامحني، كي نديرو بالكلام وحليش هكذا، هذه يقول لك رانا نشوفوا فيها في العالم، ماشي حاجه سورسي ولا اللي يديروهم بعد هنايا ديزون ريكوبيراتور يكون فنان كاناتيك. تاخذ بوسكات بار اكزومبل، الدور اللي يديرو بوسكات دور عظيم كبير، علاه؟ يعرف يلعب بالون، يعرف يديفوندي، يعرف كيفاش يدير لي فوت. سي لو سول جوار في اسبانيا اللي يعرف كيفاش يدير لا فوت، يكسر اللعب سكون ابل حنا بكري نقولوا يكسر اللعب. بصح كي يجيه البالون يلعب، تصيبو في الميليو تيري يمد دي بال، خطرات يخرجوا صحابو ويماركيو دي بيوت. بوغرا ما ينجمش يدير هذا الدور. عندك حليش تاع فيزيك، عندك بالكلام كيف كيف، تزيد تحط نتاين تروازيام كيف فيزيك ومخصوص سور لو بلون. هذا ما جا، شفنا مشكل في وسط الدفاع وشفنا مشكل بدني، ربما المشكل البدني زاد ظهر في المباراة الأخيرة لما رحنا الوقتين الإضافيين أمام ألمانيا. ما تظنش باللي هذوما النقطتين اللي ربما لازم يعمل عليهم الناخب الوطني الجديد أو علي لوزيتش إذا بقى؟ شوف والله بكل صراحة، أنا نسمع بزاف الناس يهضروا لا ديفونس تاعنا ولا ديفونس تاعنا. أون إيكيب دو فوتبول سي با لا ديفونس، سي مجموعة، سي مجموعة تاع اللاعبين. كي تكون عندك مجموعة تاع اللاعبين، كي انت تكلمني على لا ديفونس قبل ما الخطر يلحق للدفاع، سافي دوك لو بالو يباسي با لي زاتاكون اي باسي با لي ديفونسور، ويلحق الخطر للدفاع. سافي دوك لاتاكون اللي اعطينا له دي كونسين وقلنا له لازم ترجع الدفاع، ما دافعش مليح. اي سي لو بالون لحق لا ديفونس، سافي دوك لو ميليو نا با في سون ترافاي ديفونسيف، صح ولا لا؟ لهذا عندك ثلاث طبقات، الدفاع الوسط والهجوم، لازم كل واحد يلعب دوره. لما نكون نهاجم، مهاجمين راهم يهاجمون، عندهم التغطيه على الهجوم شكون؟ الوسط. والوسط التغطيه تاع الوسط شكون؟ الدفاع. هذا ومره على مره حتى نشوفوا الحارس، شفتوا الحارس تاع المانيا؟ لعب اريا سنترال، اريا سنترال كم من مره خرج على سليماني، وهذه اكيد 100% تعليمات المدرب، تعليمات المدرب. هذا لازم يكون تفاهم، لازم تكون عندنا، يكون عندنا فريق وطني يمشي مع التقاليد الكرة الجزائرية. هذه تكلمناها مقبلة، قلت لك اون جو بلو فوتبول الجيريان. الفوتبول الجيريان بكري الاستقرار اعطى كثير للكرة الجزائرية. لازم نعطيك شيء بسيط محمد. احنا اكتوالمون ليكيب ناسيونال اون شونج بوكو دو جوار. لما تغير اللاعبين كثير، فريقك ما يظهرش بمستوى كبير. شوف احنا في السنوات الثمانينات، نروحوا بعيد ما نروحوا باغ اكزومبل، نعطيك مثال تاع بلومي الاخضر. كي كان يلعب بلومي كانوا عندنا ارقام 10 على المستوى كبير، كان واسمو تاع الدي ان سي هذاك واسمو نسيت اسمو بالبوتلجا ممتاز، مزياني في الحراش، كان مزيان في الحراش ممتاز، ياحي تاع الصيف هذاك التلمساني كانوا كلهم لاعبين ممتازين، ولكن بلومي غطى عليهم، ما كانش تغيير. بلومي خلاص ما كانش، ما غير احنا نبدلوا، احنا هاو جابوا دبوز ومن بعد سي موا ابري نشوف دبوز ماشي يلعب مليح نحيوه ونجيبوا واحد اخر ماشي مليح. يا سي محمد كيفاش؟ كون تي غامان ان جوار سافا ديك تو سيغ سي ان جوار كي بو ابورتي لو بلوس وتخليه يشتغل. احنا شغل رانا نشرو حاجه في برا نشري ماشي مليح نشري هذه وحده، نو يفو استقرار، اهم شيء الاستقرار والاستمرار في العمل. احنا نشوفوا شو برك اسمه لافرانس مع ديشان، ديشان الى تي لونسيان جوار ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين تاعو، وراه رايح بعيد لاكوب دي موند هذه، رايح دار اون ايكيب. احنا نبدل وبدل 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 وبدل، التبدل هذا هو اللي ينقص من معنويات اللاعبين.
وشيء جميل أيضا شاهدناه في هذا المونديال أنه لاعبي المنتخب الوطني لم يتحدثوا إطلاقا عن العلاوات والمكافآت، لأن الفاف ربما كانت قد يعني ضبطت كل الأمور قبل بداية هذا المونديال. الزميل محمد بوروبي عد لنا هذا التقرير. الفرحة التي زرعها المنتخب الوطني الجزائري في قلوب الملايين من الجزائريين والمسلمين والعرب لا تقدر بثمن. فرحة وحدت الأمة وأزالت الظلمة ورفعت الهمة. من يلعب المونديال لا يفكر في الأموال، فلاعبون كبار يتمنون اليوم المشاركة ولو في مباراة واحدة من العرس العالمي، ومستعدون حتى لدفع كل أموالهم مقابل ذلك. ولكن ما صنعه محاربو الصحراء جعل المكافآت تتهاطل عليهم نظير الأداء المشرف والمجهودات المبذولة والتضحيات المقدمة. الحديث عن المكافآت كان قد بدأ حتى قبل انطلاق مشوار الخضر في كأس العالم، عندما وعدت الفنانة الإماراتية أحلام كل لاعب يسجل هدفا بهدية قيمتها 10,000 دولار، لتعد بالأثقل عندما صرحت أنها ستهدي المنتخب الجزائري كرة من الألماس في حال التتويج باللقب العالمي. كرم العرب اتجاه المنتخب جعل بعض الجزائريين يتحركون على غرار ما فعله رجل الأعمال طحكوت، الذي وعد كل لاعب يسجل ضد ألمانيا بسيارة من نوع بورش كايان. كل هذه الهدايا تضاف إلى المكافأة المالية التي سيجنيها اللاعبون بعد تأهلهم إلى الدور الثاني، والتي تبلغ قيمتها 50,000 أورو مقدمة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالإضافة إلى أموال ممولي المنتخب الوطني وكذا العقود الإشهارية التي سيحصل عليها رفقاء فيغولي بعد أن ارتفعت أسهمهم في مونديال البرازيل كلين لافت. مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم من جديد. بن شيخ، ما هي المكافآت اللي تحصلتوا عليها في سنوات الثمانينات بعد مونديال 82 وربما 86؟ نشفى كانوا كنا في خيخون اللي رينيو وكذا، نسمعهم يهضروا ويعيطوا للمسؤولين وكذا، فيناليتي شحال دينا 2 ملايين وقيلا 400 ولا، وبوند كوموند تاع سوناكوم وتخلص الطوموبيل بدراهمك. ربما لم تكن هناك ثقافة المكافآت في الماضي ماجر. لا ممكن ممكن سي فري كو ا ليبوك احنا اون غالي ريان دي تو ماتنو لي شوز اون ايفولي اوترومون بيان سور. بصح انا غاني حاجه، انا بيرسونيل مونا غاني حاجه، كنا هذيك سيرتو لا بريباراسيون هذيك كي كنا نلعبوا مع الريال ولي غروند زيكيب، كي نجيو داخلين لو بليزير هذاك دو جوي او فوت سي 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 كالك شوز ديكستراوردينار. ننسى الدراهم، تنسى كل الشعب وكذايا، وتلعب دو بو فوتبول مع دي غروند ناسيون. كيما قال زيكو ليكيب تاعو تاع 82، قال لهم حنا اونيتي كومي سيمفوني، با دو فوت نوت دي فوت دو نوت والو، نقطة تاك 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 الفوتبول. احنا كنا نبريسي هذاك، ما كانش دراهم واش تحب، كل حاجة فيهم بصحتهم هما. وفي هذا المونديال شفنا نوع آخر من المكافآت، حتى أنه بعض رجال الأعمال في الجزائر وعدوا اللاعبين بسيارات فاخرة. شفنا المغنية أحلام، المغنية الإماراتية، وعدت اللاعبين الجزائريين بكرة من الألماس. هل لاعبون يستحقون كل هذه المكافآت من أجل دفعهم، أم أنك شت فريق يلعب بالقلب، فريق يلعب كما نقولوا بالعامية على الإعلام، ما يلعبش من أجل المكافآت؟ لا لا لا، خاصة أن المنتخب الالماني شفنا اللاعبين دخلوا بالقلب، شفنا اكثر من واحد سقط وعنده دي كرومب، يعني هذا سابروب اللي كان مجهود، كان مجهود اكيد. والناس اللي كانوا تماك الجزائريين كانوا في المدرجات شافوا المجهودات الكبيره اللي قدموها اللاعبين، هذه مي با يغينا دير في هذه الناحيه هذه. واش تحب نقول لك، هذه المكافآت هذو سي دي كادو، سي دي كادو للاعبين، اعتقد يستحقون كل هاد لي كادو اللي يعطوا لهم بيان سور، باسكو قدموا مجهود ويستحقوا كل خير. الشيخ، شفنا مشكله المكافآت دارت، او موضوع المكافآت دار مشكل في المنتخب الكاميروني اللي رفض لاعبه الصعود الى الطائره في قبل بدايه كاس العالم والتوجه الى البرازيل. هل مثل هذه التصرفات احترافيه من لاعبين تاع المنتخب الكاميروني اللي يلعبوا في اكبر النوادي الاوروبيه، ربما هما ماشي بحاجه الى اموال الشعب الكاميروني؟
نو بارفوا ولا فينونسيرمون راهم لاباس لي جوار كاميروني. ماشي المشكل تاعهم هما يحوسوا على الماده، هما يحوسوا ديجا المسؤولين اسكو يقيموهم ويقولوا لهم صح. باسكو كي تسقيلهم وتقول لهم ما عندناش يا سيدي دراهم باش نعطيوكم، كيما احنا كنا نروحوا نلعبوا ما كاش، رحنا لعبنا في الخارج يعطونا 5000 هذاك الوقت ميم با باش تشري بها كاسكروت. مي كنا مستقنعين سياسة هكذا، مسؤولين يقولوا لنا هكذا نمشيو هكذا. بصح هما لا المشكل راهو تاع الفيدرالية كامرون نظن ما يقولوا لهم صح ويكذبوا عليهم. هم بعد الجوار واش يدير؟ كاين اللي قابلين بصح كاين دوطر اللي مونور كيما يقولوا يسريفولت يتولي مشاكل. لا هي محمد نزيد على شويه كلام عليه كما قال لك ما يقولوش الحقيقه. ما يقولوش الحقيقه. ايتو واللاعبين المحترفين لما يزون في لو شونتاج على لا فيدراسيون اولا باش ما يدافعوش على نفوسهم، يدافعوا على اللاعبين اللي لعبوه في الكاميرون اللي ما عندوش الامكانيات. لان هما قادرين يسكتوا، هما يسونيش يلعبوا دي زيكيب اوروبيان يا با بروبليم، ولكن ما اللي يدفع الثمن؟ هذاك اللاعب المحلي مسكين يلعب في الياوندي ويلعب في هادو في هادو، هما يدافعوا على اللاعبين هادو. ولكن من بعد الاتحاديه بتاعهم تخرجها بطريقه اخرى، راهم اللاعبين يديروا لنا دي شونتاج وعلى راسهم ايتو. يعني تشوف ايتو ولا ايتو نعرفوا ايتو يعني يدير شونتاج لكي يعطوا له فلوس ليه؟ لا جامي. لان يغلطوا الناس وما يقولوش الحقيقه الاتحاديات، هو المشكل. حتى انه بعض اللاعبين الكاميرونيين صرحوا بانه هذه الاموال لا تذهب الى الشعب الكاميروني وانما ربما قالوها بكل صراحه يختلسها بعض اعضاء الاتحاديه الكاميرونيه، لذلك هما في كل مره يطالبوا بمستحقاتهم. حتى نغلق هذا الموضوع، هل تعتقد انه يعني الفاف يعني غلقت هذا الموضوع، موضوع التامينات، مشكله التامينات اللي كنا نسمعوا بها في القديم، موضوع المكافآت الان الفاف صارت تتمتع ببحبوحه ماليه، هل هذا العمل اللي قامت به الفاف مد اضافه كبيره للمنتخب وخلاها في راحه؟ انا جو بونس كو داروا في لي تاع مد لي مويان، لي بري ماكشتهم كبار، لي بريباراسيون لي ماتش اميكو في الخارج، يباتوا في لي غران زوتيل ما يخصهم والو. هذه في هذا الباب وي داروها. بصح لو رول تاع لافاف اسكو غير هذا؟ انا نعرف فيدراليات تتكلف بالديفلوبمون دي فوتبول ناسيونال. اسكو عندنا سنتر دو فورماسيون دين بور ليكيب ناسيونال لي زيكيب ناسيونال؟ كاين مركز سيدي موسى. ماشي سيدي موسى ماشي حاجه نعرفوه سيدي موسى، زادوا اميليوراوه منا ولا منا وخلاص. فهمت كيفاش؟ حنا هنا بزوا سيدي موسى يا سيدي سنتر، بصح نورمالمون تبني ان سنتر دو فورماسيون في لي اوتير تاع البلاد كالكو سوا المضرب، يدير حاجه توب بور ليكيب ناسيونال. او سيدي موسى تخليه بور لي زوتر زيكيب ناسيونال، تادير كادات جينور وكذا. حنا ما كاش وراهم هذا الموال، انا نشوفوا عندها الموال في الكونت تاع الفاف ويستعملهم ليكيب ناسيونال. هذا المونديال ايضا عاد بالفائده على الكثير من اللاعبين الجزائريين الذين ارتفعت اسهمهم في السوق العالميه. الزميل صلاح الدين معزوزي يقربنا اكثر في هذا التقرير. الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني ببلوغه الدور الثاني من منافسة كأس العالم لأول مرة في تاريخه سيعود بالفائدة على أشبال حليلوزيتش، خاصة بعد تألقهم وخطفهم الأضواء ما جعلهم محط اهتمام الأندية الأوروبية. تألق بلحي، فاغولي، إبراهيم وسليماني وغيرهم لم يمر مرور الكرام على المتتبعين ووكلاء أعمال اللاعبين، إضافة إلى المدربين الذين سجلوا تواجدهم بكثرة في مدرجات الملاعب البرازيلية وبصفة خاصة في مباريات الخضر، حيث دونوا الكثير من الملاحظات الإيجابية عن محاربي الصحراء. إنتر ميلان وميلان يتابعان مبولحي، وأندية إنجليزية وإسبانية وفرنسية كبرى تراقب فاغولي وسليماني، فيما تواجد كشافو نادي روما في مباراة ألمانيا من أجل متابعة إبراهيمي. حليش بدوره نال قسطا من الاهتمام من طرف بوكسالونيكا اليوناني وبعض الأندية الفرنسية، فيما ترشح الصحافة العالمية ماندي وبالكلام إضافة إلى مجاني وجابو للاعب في أندية أعرق من فرقهم الحالية في المستقبل القريب الذي قد لا يتعدى الصيف الحالي بعد تألقهم في كأس العالم التي كشفوا فيها أن الوقت قد حان من أجل الارتقاء بمسيرتهم إلى مستوى أفضل قبل انطلاق الرهان على كأس أمم إفريقيا 2015 بالمغرب، والتي لن يرضى فيها الجمهور الجزائري سوى بالتتويج باللقب.
قبل أن نتحدث عن قيمة لاعبي المنتخب الوطني التي ارتفعت بعد هذا المونديال، ربما لديك تعقيب حول موضوع المكافآت والتأمينات التي صارت الفاف تعمل حسابها يعني. لا هذا شوف هذا اللي زندمليتي هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أن الفاف أو أي فيدرالية في العالم عندها ديجري، عندها تعليل اسمه اللي زندمليتي، كم هذا يأخذ كم هذا يأخذ، عندك الحكومة وراء المنتخب ووراء الاتحادية وتمولوا، وفي أيضا السبونسور أيضا ليزيدوا الإضافة بالإمكانيات، والاتحاديات تسهل الأمور للمنتخب الوطني الجزائري بكل الإمكانيات. هذا شيء موش سي با يعني حاجة دو لكن علاش ما كناش نشوفوا مثل هذه الأمور في السابق؟ كان فيه مشكلة تأمينات، فيه مشكلة مكافآت. ليه في السابق نروحوش بعيد كانوا هاد لي سبونسور هادو هاد لي سبونسور ما كانوش سبونسور، كانت الحكومة هي اللي كانت توفر لنا الإمكانيات كلاعبين وتعطي إمكانيات، ما كان عندنا سبونسور ما كان عندنا حتى واحد. ولكن الآن لي سبونسور هما اللي يمولوا، هما اللي يمشوا كما يحبوا مع المنتخبات، يعني شيء عادي. بن شيخ، متابعة لهذا التقرير اللي شاهدناه منذ قليل، من اللاعبين تعتقد أنه بإمكانه اللعب في مستوى أعلى ومستوى أكبر؟ أنا بكل صراحة اللي عجبني وعنده مستوى لباس عليه هو رقم ثلاثة، هذاك اللي يلعب في نابل، هذاك عنده مستوى ومليح في نابل، سي ان كلوب دو كاليتي، فهمت؟ ربما إبراهيمي ممكن يغير الفريق، في عروض إنجليزية لإبراهيمي، نشوفوا. هو يقول لك المستقبل يقولنا الصح ان شاء الله. ماجر، شفنا اداء خرافي لمبولحي في هذه الدوره، ربما هذا راح يمكنه من الالتحاق الان بفريق كبير بعد معاناه طويله مع فرق روسيا وبلغاريا. والله بكل صراحه نتمنى له ان شاء الله، كما نتمنى لكل لاعب جزائري من المنتخب هذا ان شاء الله يلعب في نادي كبير، ولما تلعب في نادي كبير هذه في مصلحه المنتخب الجزائري. مبولحي بلا شك من البدايه كان في المستوى، ممكن امام منتخب بلجيكي كان شويه يعني مستواه مش مقبول، ولكن شفناه تطور مليح خاصة في المباراة الأخيرة. نتمنى إن شاء الله أن الأندية الكبيرة تهتم به، وإن شاء الله نشوفه في نادي كبير إن شاء الله. وفي رأيك من كان أفضل لاعب جزائري في هذه الدورة؟ أنا شو أقول بكل صراحة، بزيادة على وش قال علي، لاعب غلام لاعب ممتاز، إبراهيمي لاعب تقني، سليماني في الهجوم، كنت حاب نشوف هذا المنتخب فيه زياني وفيه قديورة، حتى لو غلام لعب كويس من الجهة اليسرى كنت نشوف أيضا بالحاج من الجهة اليسرى، وما ننساوش أيضا بودبوس تانيت لعب تقني في الوسط قادر يعطيك الإضافة. بن شيخ، من هو اللاعب الذي خيب ربما ظنك في هذه الدورة؟ ربما قلت لي بأنك غير مقتنع كثيرا بمستوى بوقرة. بوقرة ما قنعنيش أنا، خيب ظنك. أنا جوريمي فوار قديورة على بلاس دو لكن قديورة يلعب ربما متقدم ما بصف بيسك قديورة يلعب متقدم سي ريكيبيراتور، هادو سي فاسيل لي بوست هادو، تنجم تلعبو أريا سنترال كوم تنجم تلعبو تروازيام أريا سنترال، باسكو إلي فيف ويطلع ويضرب يطير دو لوا، أوموا نشوفو هاديك. بوقرة ما يديرش هاد لو رول هذا، ديروش. آخر كلمة سي رابح ماجار، ربما تقيم منا المشاركة، ربما تقول شيء لهذا المنتخب، لأننا بداية من الغد راح نهتم ربما بمباريات الربع النهائي اللي راح تكون قوية جدا. نعم، أنا واش نقول، شخصيا نحيي اللاعبين، نقول لهم يعطيكم الصحة على المجهود الكبير اللي قدمتوه، نحيي أيضا الطاقم الفني، لأن موش صعب موش سهلة عفوا، تشوف هذيك كيفاش يقولوا لابريسيون هذيك اللي عليهم، الدموع ربما والدموع موش سي با فاسيل. انا هذوما نقول لهم يعطيكم الصحه واش قدمتوه لحد الان، واش قدمتوه للشعب الجزائري، واش نقول لك، مشوار المنتخب مقبول، ما فيش اي شيء، هي احسن مشاركه قدموا الكثير، والحمد لله احنا الدوزيام تور قدموا الكثير امام المنتخب الالماني، ولكن خسرنا امام منتخب الماني مش ما منتخب متواضع، منتخب الماني، وشفنا المنتخب الالماني تعذب معنا، واش تحب، هذه كره قدم. من شيخ في اخر كلمه وباختصار، هل تتوقع تالق هذا المنتخب الوطني، استمرار تالقه؟ كما قالك مصطفى، حنايا نقول لهم يعطيكم صحه، داروا الواجب تاعهم، لعبوا بالقلب، فرحوا الشعب، الميريت الفرحه هاديه والاخر تاع الشعب.
لا كونفيونس تاع الشعب. نشكروا الستاف تكنيك على راسهم علي لوزيتش، انا نشكره بالبزاف، وكاين قالنا اللي ما نساوهش اللي نشكروه قالنا هو لو بيبليك لو بوبل الجيريا اللي كان دارير سيت ايكيب ناسيونال. شفناه في الخارج تقول لك تلعب في الجزائر، صافي بليزير، ونشكروهم لانهم داروا لو بوسيب تاعهم. والفرحه راهي الجماع دركا، يفو دركا نشوفوا واش نجيبوا الفايده عندنا لي بوزيتيف، النيجاتيف نحيوه باش نصلحوه للمستقبل. هذا وان شاء الله. وانا بدوري اشكر المشاهدين الكرام على حسن انتباههم ومتابعتهم، اتمنى دائما انكم قد استفدتم من تحاليل الضيوف الكرام، استودعكم الله، سلام.